حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن خدمات العراق المفقودة في القرن 21. تابعونا بعد الفاصل. أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات ماكو، باوع على الجنب الأخرى. عندنا مقومات موت، عندنا بكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد. يعني الفاصل اللي طلع قبل شوية اللي يتكلم بيه عن مقومات الحياة ويقول إحنا بالعراق عندنا مقومات موت، هو ملخص بسيط للي دا يصير بالعراق. فعليا بالعراق أكو مقومات موت، مقومات الموت اللي موجودة اللي هي الميليشيات، دبابات، قوات العسكرية اللي منتشرة بكل مكان، الجهات الأمنية اللي انت ما تعرف هذا منه ذاك منه، ما تعرف هاي الجهة اللي قاعدة تستجوبك أو تحكي وياك منه، أيضا المفخخات، الهاونات، العبوات اللاصقة، هذان كلهم مقومات موت. المشاكل العشائريه اللي تصير بدون ضبط امني، وما شاء الله المشكلات العائليه او المشكلات العشائريه اللي تصير ببعض المحافظات تدخل بها اسلحه متوسطه، وفي بعض الاحيان ولو هي قليله ان تكون اسلحه ثقيله بس اكو. احنا كنا نسمع اكو كونات بين العشائر وبين العوائل، بس عمرنا ما سمعنا اكو كون استخدموا بها بكيسي. ما بقت غير بس عشائر تمتلك دبابات وعشيرة تغزى عشيرة بدبابة، ما بقت غير هيك. وصار حرب البسوس بال2019. عندنا مقومات موت، واحدة من مقومات الموت اللي هي الخدمات اللي ما موجودة، اللي هي مي الإسالة اللي مدى يوصل، غير مي الإسالة الكهرباء الماكو، غير كهرباء التعليم التعبان اللي كل وزير يجي يغير مناهج. زين وغيرتوا مناهج من 2003 لليوم، شنو الجيل اللي طلعته وش استفادينا؟ ما احنا بكل فترة كل ما يتغير منهج تنطبع كتب، تطلع الكتب أجلكم الله بالمزابل بنايلونها، شو استفادينا؟ المستشفيات شنو اللي بيها شيء انه يفتخر به المواطن العراقي؟ كان المواطن العراقي بين الدول العربية يفتخر بمجانية التعليم ومجانية العلاج. مجانية التعليم لحد ما يتخرج من الكلية ما يدفع دينار الطالب ولا أبوه ولا يحير. يجي طفل يطبب روضة ومدرسة وثانوية وكلية ويخرجه وما يدفع له فلس، واللي يسجل ماجستير ودكتوراه ينشد له راتب، يستلم راتب كان من الدولة أنه هو طالب ماجستير أو دراسات عليا. والمستشفيات كذلك كنا ندفع مبالغ رمزية لعلاج نستلمه من عيادة شعبية أو مستشفى، وما كان أكو واحد يحير إذا عنده مريض. لكن هسه المستشفيات شنو اللي بيها؟ الناس اللي دتنام بالشوارع والأطباء دا يعالجون بيهم؟ لو الثدييات الحديثة اللي موجودة بالعراق، لو الردهات اللي متطورة إلى أبعد حد، لو الإمكانية العلاجية اللي موجودة بالمستشفيات، أدوية مثلاً موجودة متوفرة، لقاح ماكو. هاي إذا ما كانت اللقاحات اللي موجودة بالمستشفيات فاسدة، مو الفساد الإداري اللي بسبب جت الأدوية الفاسدة، لا، منتهيت الصلاحية، بحيث من ياخذها المواطن العراقي يتمرض او يموت لا سامح الله. المجاري
ما شاء الله شلون مجاري عندنا، تمطر الدنيا تفيض، وهسه اكو موجة فيضانات بالعراق. عندنا جيل احنا كنا نسميه جيل المستقبل اللي هو الاطفال، يطب للروضة يفرح المفروض، بس شلون تريد فرحته تكمل وهو دايس بالطين وبالوحل وباللهجة العراقية بالسيان والمي واصل لركبه زين ويروح روضته، ولا طالب المدرسة اللي لازم يتعلم سباحة بالشوارع قبل ما يطب المدرسته، شلون راح تكون فرحة هذا الطالب بالمدرسة؟ هذا لما يرجع للبيت يتمنى اليوم اللي تنقطع به الوسيلة انه ما يوصل للمدرسة بعد. عندنا اتصال صباح من بغداد. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا معاناة الشعب العراقي عامة، يعني يرادلها اشهر واحد يحكي بيها من كل فواصل الدولة، مثل القطاع الزراعي وامانة بغداد والخدمات، الصحة، وزارة الصحة، وزارة التجارة، كلها معشعشة بيها الفاسدين، وهي كلها نتائجها هاي الحكومة العميلة اللي هي نشأة المحاصصة والطائفية الموجودة. يعني مثلا اذا تجي على الخدمات وامينة بغداد علوش اللي كانت مدعومة من قبل حزب الدعوة، اللي حزب الدعوة هو يسيرها والمكتب مالتها، كلهم كانوا مافيا، عبارة عن مافيا من حزب الدعوة، هم كلها يشرفون وهم يديروها، هي مجرد توقع وما إلها أي إنجاز حقيقي يشهد لها من أهل بغداد. وأهل بغداد يمكن يسمعون شنو الإنجازات أمانة بغداد الفترة الصابر العيساوي أو علوش أو أبعوب، يعني ما لهم أي شيء، كلها صفر، بالعكس عايشين على شبكة صرف صحي مشاه النظام السابق، يعني تعتبر للنظام السابق، أما توفير خدمات أو القنوات الرئيسية للصرف الصحي سووا شيء جديد ماكو. يعني صارت الأمطار من تنزل على بغداد تصير نقمة على أهل بغداد، وإحنا نعرف الشوارع بغداد شلون تعاني من تصير مطر، حتى لو مطر خفيف يعني حتى صار سبب موت الناس بالصريخ، حادثة أخ عائلة كاملة، أخ شاب كبير وأخوه وصغار ثلاثة، يعني يروحون بالمنهولات يموتون ويطلعون من منهولات ثانية. أكو هيك حالة بدولة؟ إذا يسمعون العرب سمعانين ناس تنزل مطر، المطر خير بكل عواصم الدول العربية من تنزل الأمطار، بس مدك تفتر بتركيا بالخليج بمصر بعمان بسوريا سابقا، يعني كانت الأمطار خير. احنا الأمطار من تنزل علينا فترة حكم الأحزاب الإسلامية صارت نقمة على الناس، قامت العائلة ما تخلي أولادها حتى يداومون يخافون من ما يقعون بالمنهولات ويموتون، وصارت عندنا أكثر من حالة. يعني هذا يدل على فساد يعني كبير بالأمانة بغداد. وشنو إنجازات أمانة بغداد؟ يعني تعبيد الطرق، الشبكات الصرف الصحي، يعني ما سوى المنتزهات الحقيقية اللي الناس لازم تروح ترتاح بيها، كل شيء ماكو استاذ، مجرد كلها عقود وهمية وسرقات ومافيات وبس يسرقون، وملفات فساد محالة للنزاهة، آلاف الملفات محالة للنزاهة على أمانة بغداد، لكن شنو النتائج؟ نتائج هاي المجالس التحقيقية هي يسموها، ملف مجلس تحقيقي بفلان مشروع وهمي، شنو اللي صار به؟ الإجراء اللي بالضد من الفاسد والسارق بأمانة بغداد بحيث انسجن غيره، كلهم مدعومين من قبل الأحزاب، لهم حصص، اللي مدعوم من حزب الدعوة واللي مدعوم من الصدريين، عبعوب وفتلته ما حد حكى من الصدريين لأن لهم حصص، الصدرين أقصد السياسيين حاليا سائرون جاي تتهجم على أمانة بغداد لأن هي تابعة لحزب الدعوة، وشوف هذا التناحر بين الأحزاب، لأن عبعوب فترة سوى عبعوب، شنو إنجازات عبعوب؟ كلام ما يعرف يتكلم، وخزل العراقيين المنطقة اللي حتى عيب واحد يسمع له. وأجدت وراء أمينة بغداد، أمينة بغداد مدعومة من حزب الدعوة، والملفات كلها بالنزاهة وكلها
كلها يعني ساديها، ما حد يقدر يتحرك عليها لان غلقوها السياسيين نفسهم اللي نعم. يطلعون يتبجحون بالقنوات ويقول لك احنا وفساد، هو ساد ملف على اي شخص هو تابع له جاي يسرق من هاي المشاريع الوهميه. يعني امانه بغداد والله العظيم اذا ما بيها فد 2000-3000 مشروع مستلمين فلوسه، لكن على واقع الارض ماكو اي انجاز. يعني ماكو اي شيء، مجرد ياخذون اراضي الدوله ويسجلوها باسم مستثمرين ويبنون مولات عليها مثل مول المنصور ومول الحارتية. احنا نعرف هاي الاراضي اللي كانت تحت يعني اراضي دولة، اراضي دولة. شلون يصير المستثمر ست شركاء من حزب الدعوة وست شركاء من حزب الاسلامي بالحارتية؟ انتم مين اللي اخذتوا هاي الارض وشنو اللي سويتوا؟ يعني جاي تغسلون الاموال مالتكم والشعب كله، الشعب البغدادي كله ساكت وراضي لهذا اللي جاي يصير؟ البصرة جت طلعة على ما يعني ما يصلهم ما صالح للشرب، وبغداد ساكتين على هاي الحالة المزرية للشوارع، الطين والخياس والأمطار والفيضانات طبت للبيوت، وراضين ويطلعون يسوون مقاطع سنابات والله احنا هي طب الماء. شنو طب الماء يا اخي؟ يطلع لها الامانه بغداد هذول السراق الحراميه اللي خلهم الرجل الغير مناسب بالمكان المناسب. يعني هاي كراسي الحكم يرادلها اهلها، يرادلها ناس اختصاص كفؤين مهنيين في اداره هذا الملف مال امانه بغداد. ما اجى شخص كفو وقد المسؤوليه، كلهم ناس يعني امينه بغداد من موظفه بسيطه بامانه بغداد زين مدعومه صعدت الى منصب وزيره. يعني امين بغداد يعتبر وزير، والامكانيه الماديه والامكانيه اليد العامله اللي عندهم والميزانيه المرصوده لها بالسنوات السابقه قبل ما هسه يصفر ميزانيه العراق وصفر امانه بغداد من الاموال لها ميزانيه يعني كبيره جدا. يعني سوت بيها كلها سرقوها وباقوها، وبيوت لهم بعمان وبإيران وبلبنان وحولوها لأوروبا، والمواطن العراقي البسيط يعني يعاني من الأمرين، مر الخدمات هاي بالشارع اللي جاي يشوفها، والضغط الموجود عليه الضغط النفسي من هذول السياسيين اللي يطلعون يتبجحون بإنجازات وأن الحكومة النظام السابق إيش أنت سو ربع ما سوى النظام السابق نظام صدام حسين الله يرحمه، سو ربع ما سوى في سبيل نقول إحنا والله الناس جاي تشتغل، بس أنتوا مو عايشين على الخدمات اللي سواها صدام حسين من جسور ومستشفيات والطرق والشبكات الصرف الصحي والبناء الوزارات قاعدين بها هي بناها البعث، وأنتوا جايين قاعدين بها مستغليها 15 سنة وتحجون النظام القمعي والنظام المدري شنو ومساءلة وعدالة واجتثاث. لكم ذول هم اللي بنوا العراق بالسبعينات والستينات والثمانينات والتسعينات، هم يبنون عدد السدود المنجزة فترة النظام السابق خلي بالاثنين وعشرين سد. يعني فترة الحصار هو بنا سدين، فترة حصار وغيره بنا سدين، وذيك فترة الثمانينات والتسعينات يبني سدود. انتوا شنو سويتوا هاي مياه دجلة والفرات اللي تروح لشط العرب ومن شط العرب تروح بدون هباء منثورا؟ ما حد يستفاد من المياه. ليش ما خليتوا الجنوب يستفاد منها؟ بنيتوا فسد دهن الشيعة بالجنوب. احنا الشيعة هسه محسوب الحكم لهم، لكن هو على واقع الحال شوف الشارع الشيعي يعانون الأمرين، فقر بطالة والمخدرات اللي دمرتهم، والحكم محسوب لهم، واللي السياسيين يقولوا اللي موجودين بحزب الدعوة والمجلس الأعلى والصدريين وسائرون ومدرو فتح وغيرها كلهم ناس نصابة ناس سراق حرامية ما سووا شيء شيعتهم في سبيل احنا يخدمون احنا مناطقنا، مناطق السنة ضادوها عن بكرة بيها بأسلوبهم الطائفي الحقير. بس اما جنوب العراق سووا بجنوب العراق ايضا لا شيء، كل شيء ما سووا استاذ. يعني ما سووا شيء واحد يجي يفتخر بيه يقول لهم يابا موطهم مجال. الوضع الامني خلينا نقول مزري، ما عندهم مجال سيوله غيره، لكن هم ما سووا شيء في سبيل يطلع شخص عراقي مواطن يدافع على هاي الحكومه الطائفيه العميله، وان شاء الله ايامهم معدوده وان شاء الله ما راح نخلص منهم عن بكره ابيهم. نعم شكرا شكرا لك صباح من البصره محمد جاسم حياك الله. محمد يبدو أن الاتصال يا محمد انقطع. يعني ذكر بعض النقاط صباح من بغداد باتصاله، ما سمعنا دولة من الدول تمطر الدنيا تغرق البيوت. يعني ما أعرف شنو هذا المطر أو ما أعرف شنو شبكة المجاري اللي موجودة في بغداد اليوم. يعني هو ذكر يقول أنه شبكة الصرف الصحي اللي موجودة بالعراق
بناها أو بنيت على فترة النظام السابق اللي المفروض ذولا جوي لتصحيح الأخطاء التي وقع بها النظام السابق أو لإبادة دكتاتوريته وإظهار الديمقراطية في العراق. الديمقراطية بعد عام 2003 وصلت أنه العراق لما تمطر بالدنيا لازم يفيض، فالمواطن العراقي لما تغرق بغداد أو تغرق المحافظات لازم يشتغل هو موظف أمانة بسطلة أو بأي شيء، يقعد هو يطلع المي من بيته. يعني الحكومة العراقية من دا تشوف هذا الوضع، عادل عبد المهدي اليوم من دا يشوف هذا الوضع، زين هو مدى يمشي ببغداد، مدى يفتر بالعراق، مدى يشوف أنه الدنيا غرقانة، زين عاجب الحال بهذا الوضع. أبو علي من كربلاء وياي. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي. الله يحفظ العراق وأهله، اللهم آمين، اللهم ألف بينهم. والله يا أستاذ أفل هاي المنجزات العظيمة، يعني ما أصور أنت ما أشوفها، هاي المنجزات كل واحد أكو منجزات تخريبية ودمار. يعني إحنا نشوف أكثر الدول بالعالم تحكي عن المنجزات وما اشوف لها منجزات، كانه المنجزات تعلق على العراقيين. يجب على العراقي ان يقاوم السرطان، يجب على العراقي ان لا يشوف الموصل وصلاح الدين ودياله والانبار تدمر. هاي منجزات السجون يعني كثيره بها الناس الابرياء وعندهم حشد تدميري، يعني احنا عندنا 25% من الموازنه للحشد التدميري. المنجزات ما يصير واحد يذكرها، يعني ما حد يتصور اللي هم قاموا يملكون مليارات عم المنجزات لهالدولة. بس العجب على العراقيين، انت روح شوف على هاي الدولة تفتخر انه تقول هاي احنا فساد وحرامية والرشوة منتشرة بكل العراق، هاي منجزاتهم. وبعدين انا عندي عتاب على العراق، على العراقيين. انت تقولون يا ذوي الحكومه حراميه بواقه، وهم يقولون احنا حراميه بواقه، يعني ذوله كأننا نقول ودع البزون شحمه. يعني العيب بينا استاذ أفل، والله العيب بينا. انجازاتهم اكبر انجاز اللي احنا ما كنا نعرفه، نسمع عنه المخدرات غزه العوائل البيوت. ان كان يعرف انه اب يقتل امه واخوه واخته، الشعب العراقي صاحب عادات وتقاليد واخلاق وقيم الرب الثاني، الابوين اصبحوا يذبوهم بالشارع ويقتلوهم. هاي وبعدين على 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 الشعب العراقي المفروض اول ما يجي بطن يتعلم السباحه، حتى من يروح للروضه او للتمهيدي او للابتدائيه يجب على ما يعرف نص على العراقيين يشتري له كل واحد بلم العائلته. يعني معقول احنا بنبقى هيك ادلاء؟ والى متى يعني؟ الى متى تحشون على الحريه وتتمنون البلدان الاخرى؟ ليش؟ الى متى؟ اكثر العالم احنا نرفع علام، اكثر العالم، وانتم واكبر منجز سوينا مناطق متنازع عليها وكانه احنا اخوتنا في كردستان بدوله ثانيه، وتقاسموها العراق متقاسمينها. العراق اصبح القوي يقدر يعيش. يعني كل الشباب اللي يسمعوني، كل العراقيين الكرام اللي ينتمي الى حزب او الى هيئه او الى جهه معينه يقدر يتعين. يعني انا مشكله الى متى؟ المهم رسول الله يقول كما تكون تولون او كما تكون يولوا عليكم. يا عراقيين اذا بدكم تبقون هيك انتم كيفكم؟ مرات بعض الاخوه يقول ليش وين الامم المتحده؟ وين الجامعه العربيه؟ وين هذا ذبذبه عن بالك ذبذبه. إذا مو احنا نتحد، اكو فد ملاحظة بعد الشباب يتصفون سنة وشيعة، مو مشكلة خلي نقطع الحروف. نعم. بس لا تتصور الشيعة العظيم على هالدولة، ولا كل شيعي يقبل قائل شيعي بن شيعي وبن كذا. أبو علي أبو علي أبو علي الشيعة حاشاهم من الغلط، احنا ما نحكي هذا الشيء، احنا دا نحكي العراقي. جزاك الله خير. حجي يعني أريد أقول لك نقطة واحدة، ذول اللي دا يحكمون من كبيرهم لصغيرهم، هذا مو عراقي. لا تجي تقول لي هذا شيعي ولا سني، بسنتهم بشيعتهم كردهم صابئتهم مندايتهم بيزيديهم كل طوائفهم اللي قاعدين تحت قبة البرلمان تحت رئاسة الوزراء بمجالس المحافظات بالمحافظات، ذولا مو عراقيين. لأن لو هذا عنده غيرة عراقي كان قدر يحافظ على بلده. صحيح
صحيح. نعم. شكرا شكرا لك ابو علي من كربلاء. يعني المواضيع اللي بها سوء الخدمات كثيره، بس انا راح اركز على المدارس لان ذولا جيل المستقبل، ذولا اللي من المفترض انه العراق ديربيهم حتى يصيرون بالمستقبل علماء ومهندسين ودكاتره وتجار واطباء و و و وكثير من المهن، حتى يحافظون على هذا البلد ويبنوه ويزدهرون به اكثر واكثر. لكن حال التعليم بالعراق يرثى له. خلونا نشوف هاي المدرسة. يعني ما أعرف شو أحكي، مدرسة طالبات دا يمتحنن، يمكن معلمات بالنص دا يمتحنا، هذا امتحان، هاي أوراق امتحانية، وما يجاوب نص المدرسة. هاي بيا دولة؟ لا بالصومال ولا بوسط أفريقيا ولا بجنوب أفريقيا ولا بأي دولة متخلفة شفناها. ما شفنا هذا الحال في أي دولة من دول العالم. أي دولة فقيرة أعطوني اسم أي دولة فقيرة ما بها هذا الحال. طالب بمدرسة قاعد يمتحن ورجليه بالمي. وانتوا لا تنسون أنه إحنا بشهر الواحد، يعني شتاء، يعني باردة، يعني من جوا مبلل ومن فوق لابس قمصلة، يعني مرض، يعني مصايب، يعني بلاوي. هذه كلها تشوفوها بلاوي. هاي أو صاخ بالمي وبرجليه وقاعد رجليه جمدانة، وبالتأكيد كهرباء ماكو، وإن شاء الله يعني تتوقعون أنه قاعدة هيج مدرسة ومشغل له صوبه دا يدفي أكيد. محمد جاسم من البصرة رجع لنا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم أستاذ أبل. حياك الله. عليكم السلام اخوي. الله وجهك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه الى قناه الرافدين المحترمه. حياك الله. عاملين قناه الرافدين والى مشاهدين الرافدين، ورحمه الله على الشيخ حارث الضاري، وتحياتي على الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري المحترم البطل. حياك. استاذ امل، يعني انت شفت من وضع احتلال، احنا بلد محتل. نعم. احتلال امريكي. نعم. يبدو انه انقطع الاتصال يا محمد. اتمنى انه اسمع صوتك، بس حسب ما فهمت يقول تترجى من وضع احتلال. احنا باحتلال، احنا مو بس احتلال امريكي، احنا احتلال من كل دول العالم. تعرف ليش؟ لانه عندنا حكومه ما تحترم نفسها اصلا، لان لو تحترم نفسها من اوصل بهذا الحال. والدليل تذكروا صوره حيدر العبادي لما راح باوروبا واوباما قاعد بصفه وده ينتظر بس يندار عليه، بلكي تسلم عليه وتاليه تيباوع عليه بالساعه، انه لان لبسه بصراحه. اكو شغله اريد اعلق عليها. فاضل الغراوي طلع بتصريح، قبل ما اعلق على هذا التصريح خلي نسمع هو ايش قال. فاذا الاخراج مجهزين لنا فاضل الغراوي اتمنى نسمع صوته هو ايش ده يقول، لانه هو قال يعني كلمه وقال نقطه معينه ما اتوقع العراق موجوده به او موجود هذا الحال بالعراق حتى يقول هاي الكلمه، اريد اشير لها. خلونا نسمعها. في السيول وكذلك غرق الدور والمباني والأماكن الأخرى التي كانت تقدم خدمات إنسانية بالنسبة للمواطنين، ولم تتخذ إجراءات مباشرة من قبل الجهات المعنية بالتعامل مع هذا الكم الكبير من السيول. وبالتالي المفوضية اليوم أطلقت تحذيرا إنسانيا كبيرا بإعلان حالة الطوارئ الإنسانية في المحافظات التي تتعرض للسيول. قال كوارث طبيعية، بس أرد أسأل يا كوارث، يعني بحياتنا يمكن أنا مو عراقي، يعني ما سامع بالعراق كوارث طبيعية. كوارث طبيعية أخي فيضانات، براكين، زلازل، أعاصير، شو تريد تقول؟ ما عندنا هذا الشيء. إحنا الزلازل سمعنا بها ورا 2003، قمنا نسمع أكو بالعراق تصير هزات زلزالية. بحياتي ما سامع بالعراق صاير زلزال من يوم اللي تأسس لليوم، أو العفو الحد 2014-2013 قمنا نسمع أكو زلازل بالعراق، بس أعاصير صايرة بالعراق، لو فيضانات لو براكي. فيضانات قمنا نشوفها من تغرق، من تمطر الدنيا تغرق قمنا نشوف فيضان. فأخي أنت من تقول ما عندهم خطط للكوارث الطبيعية، هي وين الكوارث؟ هم ما عندهم إدامة لليومهم حتى ما تصير هاي الكوارث. أولا هي مو كوارث طبيعية،
لان غرق المدن بالامطار هاي مو كارثه طبيعيه، هاي كارثه صنعوها السياسيين. عندنا ابو عبد الله من لندن، حياك الله ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك ولقناه الرافدين والساده المشاهدين. تحيه ودوم. استاذ أفل، شكرا حبيبي. استاذ أفل، تعرف في لندن، انا اعيش في بريطانيا، دائما ينزل امطار. امطار ينزل دائما دائما، لكن هناك مجاري خلال لحظات ما تعرف هذا المي وين يروح. فمثل يعني لو في بغداد في مشروع، اذا في مجاري اكيد هذا المي يعني لا يضر المواطنين، لا يضر الشعب العراقي، لكن هم مثل ما قلنا يعني اذا كانوا سراق، يعني هوشيار زباري في شريط فيديو وصوتي يقول مسؤول واحد فقط، مسؤول يعني يقول هو فقط مسؤول سرق 6 مليار دولار، 6 مليار مبلغ كبير، يعني ليس بالمبلغ الهين، يعني مليارات، مئات المليارات يسرقوها وينقلوها. بالنسبة للسرقات السياسيين العراقيين مبلغ صغير هذا 6 مليار أخي أفل، يعني 6 مليار ممكن يعني يعمر العراق كلها، إذا 6 مليار دولار إذا يستثمر في المكان الصحيح أكيد راح يعمل أشياء كبيرة، راح يسوي مشاريع كبيرة وتعمير وإصلاح. لكن أخي الأخ صباح، يعني قبل في المتداخل الأول الأخ صباح قال الشيعة في الجنوب ذاقوا الأمرين، نحن هنا نفسر ما لماذا ذاقوا الأمرين، ليش يعني خلينا نشوف واقع العراق، لماذا يذوقون الأمرين؟ يذوقون الأمرين بسبب التقليد الأعمى. التقليد الأعمى، الله عز وجل في القرآن قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون. الله قال في نهاية الآية قال أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا أو يهتدون، يعني أنت أبوك يصير في طريق خطأ، ماشي في الطريق الغلط، أنت إنسان وأبوك إنسان آخر، أنت عندك عقل أبو عنده عقل، ما يصير تقليد أعمى. الله في القرآن يعني الذم لا يجوز التقليد الأعمى، فبسبب تقليد الأعمى المراجع هؤلاء المتخلفة وهؤلاء يطلعوهم يرمون يجمعون الأموال، يدفع الخمس، تعال ارمي الفلوس للمقابر للقبور للمقامات. فإيش يصير أخي؟ هذا المرجعيات المتخلفة يطلعون الناس على مدار السنة للأطمياء، تعال أفطم حسين قال هيك هيك، وبعدين يطلع قيس الخزعلي يتهم أهل السنة يقول هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد، فيعني يجيز قتلهم، فيطلع هالمساكين تعال اقتل أبناء وطنك، اقتل أبناء شعبك، لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد. شوف التخلف، شوف وين وصل، وين وصل العراق. لذلك يجب أن لا يقلدوا تقليد أعمى، يجب أن يعني يستخدموا مخهم عقلهم علشان العراق يرتاح، علشان العراق يصير إلى بر الأمان. تعال هنا في بريطانيا يوجد كل القوميات، يوجد كل الأديان، ما في أحد يستطيع أن يقول أنت عقيدتك هكذا أو دينك هكذا. انظر إلى مثلا انظر سنغافورة، سنغافورة خلال وقت وجيز صاروا من البلدان المتطورة المتقدمة. انظر إلى أفريقيا. فلذلك حالة العراق، الواقع العراقي، يجب الشعب العراقي أن يغيروا، أن لا يقلدوا تقليد أعمى، لأن الله عز وجل يعني في القرآن آيات كثيرة. يعني هذا السبب، أنا أعتقد علشان العراق يستقر ويتطور يجب أن يتركوا هذه العقائد الفاسدة والغلط، وأن لا يمشي وراء هؤلاء المتخلفين الذين يأخذون الناس إلى 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 الفتنة الطائفية، إلى القتال، وأن أن أن يرموا هؤلاء الزبالة إلى الصفوية إلى إيران، ونتخلص من إيران وشرهم. شكرا لك أبو عبد الله من تركيا. أبو ناصر حياك الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك حضرتك وقناة الرافدين والكل الكادر. حياك الله. أستاذ أفل، يعني كل العالم شاف الخدمات المقدمة من قبل الحكومة للشعب، وأخيرها طبعا الأمطار اللي سقطت وغرقت مناطق بأكملها. الخدمات الوحيدة اللي قدمتها الحكومة للعراق وشعب العراق هي الاعتقال والقتل والتهجير وانتشار الميليشيات بكل محافظات العراق، وتسليطهم على كل صوت شريف وطني طالب بحق من حقوقه. الخدمات اللي قدمتها الحكومة هي من يطلع واثق البطاط ويستعرض ميليشياته ويقدموا له الموجود وأمام عيون الجيش العراقي. الخدمات اللي قدمتها الحكومة هي تهجير ونزوح الملايين من العراقيين داخل وخارج العراق. والخدمات اللي قدمتها هي طلاب يمتحنون بصفوف غرقانة بمي الأمطار، وشفناها البارحة وشفناها هسه على قناتكم الموقرة. الخدمات هي من يراجع مريض أي مستشفى حكومي ما يلقى علاج،
الخدمات اللي قدمتها هي زج كل من يرتفع صوته بالحق بسجون امتلأت بها العراق كله. الخدمات اللي قدمتها هي إهمال الزراعة والاعتماد على المنتوج الإيراني، وإهمال الصناعة وإهمال التعليم والصحة. الخدمات اللي قدمتها الحكومة خلوا الفوضى تأم البلد، وعشائر تملك أسلحة خفيفة ومتوسطة ويهجمون على ناس فقرة، والمشكلة أمام الشرطة. منو من أولاد المسؤولين يطلع المدرسة مثل الطلاب اللي شفناهم يمشون بوسط الفيضانات والطين؟ هاي إذا خلوه بمدرسة عراقية. طبعا إذا خلوه بمدرسة عراقية. نعم. يعني وصل الحال قام قسم من الناس ينقلون أطفالهم بواسطة الشفر أستاذ أفل حتى يوصلون المدارسهم. شفت الفيديو؟ نعم شفناه، كل احنا شفناه. طبعا موازنات انفجارية من 2003 إلى 2019، شنو اللي استفاد منها الشعب؟ ثلثها تروح رواتب للي يسكنون بالخارج من رفحاويين وغيرهم، وقسم للبرلمانيين والمعممين والسياسيين، وأي شيء ما مستفاد منها الشعب. يعني كل المستشفيات والمطارات، الجسور، جامعات، مصانع، معامل، كلها بنت بزمن حكم صدام حسين الله يرحمه. يعني لو ما موجودة وما بنتها حكومة صدام حسين، شلون راح يكون حال العراق هسه؟ 111 أو 112 مليار دولار، وهذا حال الشعب أستاذ أفل، وهذا حال العراق. 112 أبو ناصر، 112 الموازنة مال هسه اللي بها عجز، أكو 1000 مليار مباقت من ذاك الوقت لهالوقت. رحم الله والديك، رحم الله والدي. نعم والله العظيم. يعني استاذ أفل، بس الفلوس، الفلوس هاي اللي الناس تتبرع بيها للمراقد الدينية واللي تستولي عليها المرجعية والمعممين، يعني تكفي لإشباع كل فقراء العراق، وتكفي حتى البناء مصانع ومعامل الجسور. يعني خلي يطلع واحد هسه يسأل ويقول وين تروح هاي الفلوس، يطلعوا لك الآلاف ويقول لك لا تتجاوز المرجعية، خط أحمر. والمرجعية يعني أنا اللي شفته واللي عرفته، المرجعية هي أفسد الموجودين بالعراق، وطلعوا متظاهرين بعد ما عرفوا حقيقة المرجعية والمعممين وقاموا ينددون بهم. نعم. خلي يطلع وزير التربية ويزور، يعني خلي يعني أبسط شيء هسه هاي تركيا دولة جارة للعراق، خلي يطلع وزير التربية ويزور المدارس اللي موجودة هناك تركيا، ويشوف شلون المدارس وشلون معاملة المدرسين والمعلمين للطلاب. أستاذي الفاضل، يعني بوجود هاي الزمرة المجرمة والله فلا تقوم للعراق قائمة، وعلى الشعب أن يصحى من النوم توكافي نوم، البلد انتهى والشعب ضاع بين معتقل ومهجر ونازح وعاطل عن العمل. يعني المطلوب ثورة مسلحة من كل الشعب ضد هاي الطغمة المجرمة. وإذا ما تقوم هاي الثورة ضدهم والله فلا تقوم للعراق قائمة. شكرا شكرا الحضر. شكرا لك أبو ناصر من تركيا، من عاصمة الرشيد بغداد. الأخ سامي حياك الله يا سامي. يبدو أنه انقطع الاتصال يا سامي. يعني أبو علي من كربلاء يقول أكو سرقة صارت لأحد المسؤولين، يقولوا أو على العفو أبو عبد الله من لندن يقول هوشيار زبار يقول 6 مليار دولار. طبعا هاي سرقة واحدة، هاي بسيطة من بالنسبة للسرقات اللي صارت بالعراق. أكو 1000 مليار وكسر انباقت من أموال العراق. هاي 6 مليار إذا فكر بيها، يعني يقدر العراق إذا ما يريد يجيب مهندسين ويسوي له تصاميم، يروح يبوق التصميم مال برج خليفة اللي موجود بدبي، يبني أخوه بأي منطقة بالعراق بنفس الارتفاع بنفس الفينيشينج بنفس الماتيريالز والأدوات اللي موجودة به، وتزيد 6 مليار مبلغ بسيط. تدرون ايش راح يصير؟ راح يوفر وظائف إلى عدد كبير من العراقيين، راح يجيب دخل إلى العراق، وراح يزيد المدخول العراقي، ويعتبر هذا جزء من ما بناه العراق. هاي بستة. زين الألف مليار شو يسوي بيها؟ تعرفون الألف مليار إذا نحسبها هي 112 مليار ميزانية هالسنة تعادل ميزانية أربع دول عربية. أربع دول عربية ميزانيتها ربع ميزانية العراق، بس من تمطر الدنيا ما تغرق هاي الدولة العربية. عندنا اتصال أبو بلال. أبو بلال من العاصمة بغداد، حياك الله. الله محييك. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لشخصك الكريم وللأخوة العاملين في القناة ولكل المتصلين. تحية والدوم. أستاذ أسل، عندي صديقي بألمانيا. نعم. يقول معدل الأيام الماطرة في ألمانيا، نعم، يعني تقريبا 265 يوم.
نعم. بالسنة ما بين ثلج ما بين مطر. نعم. فبناء على كلام هذا اللي هسه طلعتوه بالفيديو هذا الغرباوي ما اعرف اسمه الغرباوي قبل نعم. شويه اللي يتكلم قال احنا ما مخصصين للكوارث الجويه، يعني بناء على كلام هذا الحيوان اجلك الله يعني المفروض اوروبا تعيش كل عامها بكارثه بيئيه. زين يعني من يتكلم بهذا المنطق؟ بالله عليك هو اصلا ما يعرف شنو تعريف الكارثه البيئيه. يعني انت مثل ما تفضلت حضرتك يعني بركان زلزال هزه غيرها، مو مطر هي نعمه رب العالمين اللي تنزل على اوروبا ثلاث ارباع العام. اوروبا هي بس مطر، هاي روح جنوب شرق اسيا الامطار الموسميه تبقى تدق عليهم شهور زين ما تقطع لا ليل ولا نهار. واحنا بالعراق بايام الفتره الماضيه الحكم السابق يعني كان عندنا يسمونه الجران، احنا بمناطق الغربيه الجران تبقى تضبط ثلاث ايام اربع ايام والله العظيم زين ما في يوم صار اللي صار. يعني والله هسه دابوا على الصوره اللي انت عرضيها على التلفزيون حتى تجي البكي. يعني شنو ذنب هاي الطالبه او الطالب هذا المسكين خطيه بهالبرد هذا بهالمطر ورجليه منقعه وجزم جواريبه منقعه بالمي والطين وده يمتحن شلون بعد تجي؟ لا لا يعني ابو يعني ابو بلال واكو مثل اكو مثل لا يعقلوه كلش زين، الحمام مين تجي؟ اي والله من الرجلين والله من الرجلين ورجلين الطلاب وين؟ الله اكبر والله ان شاء الله هاي رجليات هذه واحسبوها عدل بتشرف دول الموجودين هسه بغداد كلهم تشرفهم زين هاي الاقدام البريئه. لكن اقول لك استاذ قبل لا اختم كلامي اوجه كلامي للشعب العراقي اقول لهم يا شعب العراقي لا تنتظرون مار يطلع لكم من المصباح السحري مال علي بابا ابدا، هاي شلوها بالكم زين ترى مال واحد يغيركم الوضع ما يتغير، وانتم اخذوا عبره من مصر واخذوا عبره من تركيا. كل معتدي اذا ما توقف بوجهه والله العظيم لا ياكلك وياكل بعد كل الشعوب اللي مثلك. يعني شفنا الانقلاب بتركيا هذا شلون الشاب التركي وقف وجه الدبابه ورد شيد المعتدين الانقلابيين، وشفنا ببصر الجسر شلون السياره مال حسن مبارك تدهس بالمتظاهرين ووقفوا ومنهم انداتوا وماتوا. فاقول يا عراقيين اذا ما مستعدين تموتون فتحملوا حملوا انتم وعوالكم، واذا لا والله تريد تغيرون هذا الواقع البائس مالكم فعليكم ان ترفعون السيف وتقاتلون. وترى ماكو شيء يجيب الرخيص، الله وكيلك، حتى الجنة ما تجيب الرخيص، لازم نضحي في سبيل الله وفي سبيل دين الله سبحانه وتعالى، وأنا أشكرك أستاذ أفل. شكراً، شكراً لك أبو بلال. سامي من بغداد رجع لنا، حياك الله يا سامي. وياكم، السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام. حياك حضرتك وإدارة القناة، والله فقدناك سبحان الله، صار لك فترة ما موجود الصراحة. الخوان اللي وياي يكفون ويوفون. طبعاً طبعاً حبيبي، حبيب. احنا بس حبيب. الوجوه الطيبة على طول يريد يشوفها على طول على راسه والله سهفل. الله يبارك فيك. ألو نعم وياك. ألو وياك أخ سامي. أستاذ أفل لاحظت شيء بهذا المقطع اللي شوفته شوف نعم يعني تقريبا الصف مليان تقريبا سبحان الله. شوف العراقيين رسما ما على كل مجرم موجود هسه بالسفارة وبالمجلس النواب وهل أزمات اللي يسووها للشعب العراقي بعدها وخاصة من يعني حتى المدارس التعبان اللي بقت ولا يعني لا صلحوها لو شيء بعدنا احنا نجاهد بهاي المسألة. ألو وياك بصراحة يعني الإصرار هذا العراقي يعني إن شاء الله في خير كثير مع انه هالازمات الموجوده وهل يعني اي شيء بسيط بالنسبه يعني امطار لو شيء لو كذا بس الحمد لله اشوف الصفوف مليانه وما يقطعون يعني ما يقول لك ها اليوم مطر وما شلون وكذا عطله ومنروح يعني فهذا شيء جيد الحمد لله خاصه احنا العراقيين. المساله الثانيه استاذ افل هذول يعني تعجب سمعتك تقول قبل نص ساعة الحرية والديمقراطية أنا والله يا أخي العزيز ديمقراطية عمار الحكيم خليها بجيبه ما أريدها خلي يروح يسوي الفرات الثانية والفرات الثالثة والفرات الرابعة فيها خلي الديمقراطية اللي حاطها بجيبه المالكي خلي شو اسمه خلي يعطيها للإيرانيين. أنا هيش ديمقراطية من هؤلاء السراق والحرام يعني تصور يا اخي بعد قبل 2003 شلون كان العراق اقلها الناس كان في امان يا اخي يطلع ويطوب ويروح ويجي زين
أكثر يعني صدعوا رؤوسنا بالنظام السابق. النظام السابق أكثر شيء كان وين ماكو خائن وعميل كان يلحق، مثل هذول المجرمين حزب الدعوة. يعني أكو شهات نوايا سابقة للعراق، خلي واحد، كل واحد هسه منضوي جديد لحزب الدعوة زين ويحب العراق يقول هذا 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 مساوي حزب الدعوة. يعني كان يفجر ويسوي مشاكل سابقا غير يجي على اساس احنا ديمقراطيين على اساس نبني العراق. لا هم اخ سامي هم حكوها، يعني سامي عفوا عزة الشابندر اللي يعتبر منظر سياسي كبير وسياسي ذو باع طويل طلع وقال، قال ذولا مو سياسيين، قال كحكومات ذولا فشلوا، قال كمعارضة هم نعم ناجحين وما زالوا يعملون كفكر معارضة لكن ذولا مو سياسيين ومو حكومة. حكوها ترى استاذ افل. بس شيء قبل ما اروح، الله يبارك فيك قول ولا تسمح لي. يعني الاولى اتعجب، يعني شوف انت سابقا الضابط العراقي اللي يشد نجمه ويمشي بالشارع اللي قاعد يهزها من يتمشى سبحان الله، وبعدين وراها 3-4 سنوات ينتظر مش العام نروح يلا يشد نجمه اخرى. نعم. كيف يصير عبد لهؤلاء المجرمين؟ هذا بالدمج وهذا اللي ما مخلص ابتدائيه ويروح يبوس ايديه والله احنا سوينا هالشكل وسوينا هالشكل ويتخفى عليه. انا اتعجب على هيك ابطال مع الاسف قاده كبار، مثلا لا نقول احنا والله هم بعثيين لو شيلوا كذا، بس هذول شو اسمه الحس الوطني المفروض هو شو اسمه يعني حاول. والشغله الثانيه يا استاذ افل، يعني يا اخي يا شيعي يا سني يا باكستاني يا كردي، يا اخي انتم مو ما شاء الله جاب لكم مالكي وغيره وش اسمه الانترنت، ابحث يا اخي ابحث، قول اكتب من هو المالكي، ماذا كان يسوي الجعفري، ماذا غير تشوف. يعني انت قاعد ماكلك الشسمه القمر وماكلك الشسمه بالصيف والذبان وبالشتاء امطار وشغلات والعراق كله غرقان. نعم. زين وبعدين انت كنت مجاهد سابقا مثلا قاعد بالعراق زين، يعني يجي واحد من خارج البلد ويصير فوق راسك ويصير غني براسك ويصير ملك براسك ويصير صاحب مليارات وانت قاعد هالشكل، يعني معقوله يا اخي وينك انت؟ يعني اتعجب والله اتعجب على هؤلاء الاشخاص حياته كلها قاضيه بالعراق ويجي يكرمك الله كلاب من خارج العراق يصيرون مليان دياريه براسه وساكت هو الى متى؟ وتحياتي لذات القناه. شكرا شكرا لك اخ سامي. طبعا المفارقه تدرون انتم الامطار اللي هي المفروض امطار غيث ونعمه من رب العالمين الى البشر تعمر بها الارض ويعلو الزرع ويستفادون منها البشر على الشعب العراقي مثل ما قالوا الأخوان المتصلين هي نقمة، بس على السياسي العراقي فهي أفضل نعمة لأنه أكو بوقات يعني لا تصدق، بس أنتم ما دام بيوتكم دا تغرق ومدارسكم دا تغرق فشي طبيعي يعني من يطلع علي علاق ويقول البنك المركزي غرق وفاتت مياه الأمطار على القاصة وأكو 7 مليار راحت بالرجلين وذبيناهم بالشط. طبعا مو شط دجلة والفرات، لا جيب السياسي هو الشط اللي قاله. الواتسابات أبو عارف من بابل يقول ديمقراطية أحزاب السلطة بعد عام 2003 هي سرقة فساد قتل تدمير مدن نازحين معتقلين مغيبين سجون تدمير القطاع الصحي تدمير القطاع التعليمي التربوي هجرة كفاءات مخدرات سلاح منفلت. ملخص القول هنا قاعدة تقول الفاسدون لن يبنوا وطن، هم يبنون ذاتهم ويفسدون أوطانهم. شكرا لك أبو عارف. علي البرزنجي يقول لا يوجد وقت لتوضيح ما يحصل بالعراق، أصبح الطفل يعلم كل شيء، فلنركز على الحلول. باعتقادي الآن هو الوقت المناسب أن الموضوع كل الآن بيد الشعب العراقي، توحدوا واخرجوا للشارع بتظاهرات إسقاط النظام وطرد الأحزاب والميليشيات وارفعوا لافتات موجهة للأمريكان أحرجوهم. أعتقد أن الأمريكان لن يسمحوا للنظام بقمع الشعب ليس حبا بالعراقيين لكن حتى لا يفقدوا سمعتهم الدولية. أخ علي البرزنتشي يعني أعذرني، الأمريكان يعني من جوي للعراق بال2003 هم فقدوا سمعتهم، واللي دا يصير بسوريا فقدوا بسمعتهم، ومن سلمة والعراق الإيران فقدوا بسمعتهم، فصدقني إيش ما راح يصير ما راح يحجون، لأنه قبلها لما صارت أحداث الفلوجة والموصل وديالة ما حركوا ساكن،
تتوقع اذا انقمع الشعب العراقي راح يتحركون؟ وعندك اكبر دليل بشار الاسد، روح شوف ايش ذا يسوي. عندنا متصل يقول اخ افل، الكوارث الذي مرت بالعراق لو مر على اضعف دوله لكان سحل المسؤولين بالشوارع، الا بالعراق قسم كبير من الشعب يتصورون اقصى طموح تحقق يتحقق لهم هو اللطم والبتشي والزيارات، والبلد يعيش في الجحيم. متوسطه في منطقه الشعب، الطلاب يتعاطون المخدرات بشهاده الطلاب، تقرير عرض على قناه تلفزيونيه وبعلم الاداره، الله اكبر. والمصيبه كثيرين من المنافقين من الشعب يقولون نظام صدام البائد، ولكم هاي دوله لو طوله استحوا. سلام عليكم اخي، واجب على الشرفاء العراقيين الأصلاء أهل الغيرة أن يتفقوا بينهم لإخراج العراق من هذا الظلم والفساد والقتل، وأن يقوموا بانقلاب عسكري على هذه الحكومة مثل ما حصل من شرفاء فنزويلا، انقلاب عسكري على حكومتهم، وكل الدول أيدت هذا الانقلاب. واتساب آخر يقول في دولنا العربية والإسلامية لا يسمح أن يكون حكامنا وقادة أحزابنا وحتى أصحاب رؤوس الأموال أن يكونوا إلا سفل وأراذل، وذلك حتى يستمر الإذلال وتستمر الهيمنة والسيطرة على مواردنا وعقولنا ومعارضينا، فأصبحت مؤسساتنا التعليمية والسياسية والاقتصادية لا تخرج إلا أو لا تخرج إلا مبتورين وناقصين. أبو قاسم من فلسطين. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول تحياتي لحضرتك أستاذ أفل ولكل كادر القناة. كل الموجودين في العملية السياسية ومعممي السلطة هم ذيول لإيران وملال إيران، الأولوية عندهم هي أرضاء أسيادهم الإيراني وما مهمتهم العراقي وما مهتمين بالعراق ولا الشعب العراق. دمروا بلد الأنبياء وفرطوا بسيادته وسرقوا خيراته. من الإمارات آخر واتساب عندي يقول العراق كان من الدول التي يفتخر بها العرب في جميع المنجزات ذلك الوقت، لكن مع الحكومات المتعاقبة العراق في قائمة الفساد من قبل الأحزاب العميلة لإيران، من تعليم وصحة وخدمات متلكئة، والرسالة تطول. شكرا لك يا أخي. وما يعني والمنجزات ما شاء الله، العراق أدرج على قائمة الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي، العراق أفشل دولة في العالم، العراق أسوأ دولة للعيش في العالم، الجواز العراقي أسوأ جواز، الحال العراقي أسوأ حال، وضع المواطن العراقي المادي أسوأ وضع، في كل شيء العراقي أسوأ شيء إلا بالأشياء الموزينة. بالفساد هو أول شيء، بالسرقة هو أول شيء، مو المواطن، حاشا لله، المواطن شي يريد، مو هذا المواطن هو نفس المواطن اللي بنى العراق بعام 20 لما تأسس الدولة العراقية، أبوه وأبويا وأبوك هو اللي أسس هاي الدولة. شي يريد المواطن؟ يريد يعيش حالة حال أي شعب بالعالم. تفكرون بالسيول اللي صارت؟ ذيك الأردن قدامكم قبل فترة صارت بها سيول وماتوا بها طلاب مدارس، ما أقول لا، بس روحوا شوفوا الدولة ايش سوت، تمطر الدنيا عندهم تغرق. أحد المتصلين ذكر تركيا، تركيا تمطر بها الدنيا أكثر من العراق بآلاف المرات، صيف شتاء تمطر بها. غرقت مدينة من المدن التركية في فترة من الفترات، وشفتوا فيضانات وسيول وطلاب عايشين بالعيش هاي. أوروبا ولا أي دولة تمطر بها أمطار موسمية، ماليزيا، تايلاند، أي دولة فقيرة، أكو حال مثل حال العراقي، مثل حال المواطن العراقي؟ أكو شعب عايش مثل ما عايش الشعب العراقي؟ طين، مطر، فساد، سرقة، خدمات ماكو، نزوح، مخيمات، تمطر الدنيا يغرق، تجي عاصفة تطير الخيمة من فوقها، وين نروح؟ الله يعينكم يا شعب العراقي، الوضع بيديكم مثل ما قالوا المتصلين. ختام الحلقة، إلى اللقاء.